رجعنا نتواصل من جديد اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان. ويا حمزه، السودان صحيح مصغر بعدد من الولايات المختلفه، ولايات السودان كلها بتمثل كل ولايه سودان مصغر بالعادات والتقاليد، بالتعايش السلمي، بالسلام الاجتماعي، بالكرم موجود، بالحاجات الحلوه السودان احنا دائما بنفتخر بها في كل مكان. كل ما مشيت لولايه كل ما لقيت نفس العادات، كل ما لقيت نفس الكرم، كل ما لقيت الاستقبال الجميل والحلو من اهل المنطقه. يعني غير كده الوطن المصغر ده بلم الشرق والغرب والجنوب والشمال والوسط، كلهم بيكونوا في مكان واحد. ومنو اللي قال ما في سلم، ما في سلام داخلي، ما في سلام اجتماعي، ما في سلام مجتمعي بلمة النازل كلهم في مكان واحد؟ يا جماعه ده السودان الحبيب. خلونا نرتقي ان شاء الله في المرحلة القادمة بعملية ثقافة السلام ونشرها كمان في صورة مبسطة بعاداتنا وارثنا السوداني. اللي حنمشي وين يا لينا الليلة؟ حنمشي مع بعض لولاية النيل الابيض، نشاهد هذا التقرير عن السلام الاجتماعي والتعايش. على هذه الارض ما يستحق الاحتفاء، وعلى هذه الاغاعات تحتفي نساء مناطق الكويك بولاية النيل الابيض بالعودة إلى الديار مرة أخرى بعد قيام قصير بفعل السلاح الذي قضى هنا على كل المزارع والمتاجر والمساكن. فهنا يحكي لنا العم يعقوب عن معاناة 10,000 مواطن بهذه المناطق من غياب الأمن في الفترة السابقة على الحدود بين الولاية وجنوب السودان، مع أحلامهم بالعودة مرة أخرى ودعواتهم بتوفير سبل الحياة اليومية معاشا وإعمارا. جانا الانفصال بتاع الجنوب ده، الانفصال بتاع الجنوب ده شويه اثر على الناس، اثر علينا. ده هو طبعا المنطقه شافت عينكم من هدمه دي، يعني دي كانت المنطقه الكويك دي يمكن فيها عده من المناطق. اول شيء في الكويك الجنوبيه، في الكويك الشماليه، في الكويك السوق، في الكويك، في منجقه، في حج عاشه. عاوزين مدارسنا، عاوزين مزارعنا، عاوزين دار بتاع الشباب، عاوزين المستشفى، عاوزين اساسنا في بلدنا، عاوزين الماء، عاوزين بلدنا لازم تستقر. وعلى انغام الامل والتفاؤل يعود هؤلاء الى مناطقهم الحدوديه مع دوله جنوب السودان، والتي تاثرت بالنزاعات المسلحه على الشريط الحدودي. لكن لجنه العوده الطوعيه بهذه المناطق والمكونه حديثا من ابنائها تسعى الى بناء ما دمرته الحرب من مدارس ومراكز صحيه واجتماعيه بهدف ارساء دعائم التنميه والاستقرار. بالنسبة لنا نحن في لجنة إعمار الكويك هدفنا الأساسي العودة الطوعية ومواجهة المسائل الأساسية للعودة الطوعية، إعادة المواطنين بصورة كويسة، نقدم لهم خدمات مع حكومة الولاية حسب الوعود اللي وعدونا بها. ويأتي برنامج العودة الطوعية إلى مناطق الكويك بهدف إعمارها وإصلاح ما حدثته الأسلحة والقتال من خراب لمرافق عامة وخاصة، بجانب إطلاق مبادرات للتعايش السلمي والجوار الآمن بين البلدين واستصلاح 18,000 فدان هي مساحة مشروع الكويك الزراعي. نحن الآن بدأنا بالعودة الطوعية يوم الخميس الماضي، ومن أجل إعادة التعمير، وإذ نواجه مشاكل عدة منها إعادة تأهيل المرافق الصحية وإعادة تأهيل مشروع الكويك الزراعي وإعادة بناء في هذه المنطقة بيننا وبين إخوتنا في جنوب السودان. وبحرية وسلام وعدالة تمضي البلاد نحو حكم مدني قد يحقق لهؤلاء الأمن والاستقرار، في حين يتطلع سكان هذه المناطق إلى توفير الحد الأدنى من أساسيات العودة الطوعية على طول الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان. وقد تسهم برامج العودة الطوعية لعودة الروح لهذه المناطق بعد طول سنوات من الإهمال والخراب والدمار. صديق السيد البشير الشروق، ولاية النيل الأبيض، محلية السلام، منطقة الكويك على الحدود مع دولة جنوب السودان. شكرا جزيلا زميلنا صديق البشير من خلال هذا التقرير، وهي عودة طواعية لكل اللي تأثروا جراء الحروب، عودة مجددة للأمن.